شغالين في التفريق دلوقتي، هما لسه بادئين دي ثلاث حصه، تطور كبير جدا. ربنا يكرمنا. احنا ممكن نجرب الكلمات، نكتب لهم كلمات هم هو اللي بيعرف. سيدنا بنديله طيب، بس عشان سيدنا موجود اللي ما بيعرفش مش هنعمله حاجه خالص خالص، ولا نجاوبه ولا نجاوبه ولا حاجه. كلمة جري ولا مش حاجة؟ لا لا، برقة. أول حرف اسمه؟ قطة. اسمه؟ قطة. بيتنطق؟ إيه. تاني حرف؟ اسمه. اسمه؟ اسمه. بيتنطق؟ امتى هو؟ لا قبل لو قبل ايه؟ امتى فيه؟ لو قبل ايه؟ لو قبل ايه؟ طيب هنا كده؟ يه كلمة دي يوناني ولا امتي؟ يوناني ولا امتي؟ طيب الكلمة دي اخر حرف اسمه؟ ايه. اسمه؟ ايه. اليه دي زادت كلمة؟ ايه. يبقى الكلمة جت تري؟ كيري. كيري ايه؟ صح؟ طب الحرف ده اسمه؟ يوتا. طب الدنيا ايه؟ قصيرة. طب والليه الطويل اسمه؟ ليلى. معناها ايه؟ ليلى يعني ايه؟ سيد او رب. كلمة دي يوناني ولا انتي؟ يوناني. حاولت اقطعك مش لازم. ركبة يعني ايه؟ كيلي. رقبة؟ خار. شعر؟ خور. ود؟ نص. انف؟ شعر. لسان؟ لص. حاجات عين؟ لص. جيل؟ جيل. جيل. عدو؟ جاشي. جاشي. عدو؟ جاشي. عدو؟ جاشي. طيب تاني؟ جيو. جيو. مصر؟ مصر؟ مصر. طب هنطلع حد بقى يقول لك كلمة دي. لا يعرف الكلمة دي بيقول معناها ايه؟ هياخد طريق، والكلمة دي موجودة قدامنا طول اليوم. ده ليه؟ انا سمعت بي مان ني سو 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 بي مان سو. احنا قلنا ده بيتري ايه؟ او ولا او؟ طب الكلمه دي بتتري ايه؟ او. او ولا او؟ او. او يعني ايه؟ مجد. او يعني ايه؟ مجد. حلو قوي. مش دي هي دي؟ او. لا اسمع هنا لفوق. بعد اذنك. بس خد بالك من الكلمة دي. بصوا انت نطقتي ازاي الكلمة دي؟ بيمان بيمان سوء. بيمان سوء يعني ايه؟ انا راعي. 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 دي موجودة فين؟ موجودة فين؟ بص بقى المعلومة الجديدة عشان تعرف.
تعرفوا ان النقط لو انا قسمت غلط فانت غلط او اقول معنى غلط. دي بي مان اس او معناها الراعي. لو قلت دي مان ان اس او يعني ايه؟ ما يعني مكان، اس او يعني خلفان، والان دي تربة مكان الخلفان يبقى المرعى نفسه. لما اقول بما ان السجود يبقى معناها المرعى، بمن السجود معناها الراعي. فممكن يتقال بقى ايه بابا ابا شنوتك بما ان السجود. مش حاجه لا تسال حاجه. دي بقى الفرق بين واحد عارف وواحد مش عارف. مش كل اللي قال يا بسمزيل بيتكلم فرنساوي.